مصر بتشهد تحول كبير جدا تجاه الطاقة المتجددة، وبتسعى لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء عشان توصل ل 42% في حلول عام 2030 بدلا من 2035. الهدف من ده ايه؟ الهدف هو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية بجانب تحسين كفاءة الطاقة. طبعا مصر مع دول كتير جدا بتسعى لهذا التحول، ويمكن خدت خطوات أوسع وأسرع كتير من قبل الكوب 27، وشفنا ده على مدار مشروعات كتيرة جدا. التحول ده هيجعل مصر واجهة مغرية لكافة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها على سبيل المثال قصة الهيدروجين الأخضر، وهيعزز من مكانة مصر الاقتصادية وهيجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات في هذا المجال. تعالوا نشوف تقرير بيرصد أهم الملامح في هذا القطاع. تشهد مصر تحولاً طموحاً نحو تبني مصادر الطاقة المتجددة، حيث تتخذ خطوات متسارعة لزيادة نسبة مساهمة هذه المصادر في مزيج الطاقة الوطني. وقد أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن هدف جديد برفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في الشبكة القومية للكهرباء إلى 42% بحلول عام 2030، وهو تسريع للهدف السابق الذي كان مقرراً لعام 2035. ويأتي هذا التحرك كجزء من استراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتخفيف آثار التغير المناخي. إضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، مما يسهم في تقليل الاستهلاك الإجمالي للطاقة. وفي هذا السياق، تولي مصر اهتماماً كبيراً لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة من خلال توفير بيئة مواتية ومحفزة للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو دوليين، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة التقليدية وتعزيز أمن الطاقة وخفض التكاليف على المدى الطويل. كما يسهم هذا التحول في الحد من التلوث والانبعاثات الضارة، مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والبيئة في مصر، ويعزز من مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة النظيفة، وهو ما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة. التحول نحو الطاقة المتجددة يعد خطوة حاسمة لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لمصر، وحيث تواصل البلاد السير في طريق الابتكار وتطوير البنية التحتية الطاقية لتلبية احتياجات الأجيال القادمة.